عدروب المغارة مشك من حضر الحفلة الميلادية السنوية اللي بيقدمها التنور اللبناني جابرييل عبد النور إلى جانب عدد كبير من أطفال المدارس، ولكن للحفلة هالسنة ميزة خاصة، فهي كانت مناسبة لجابرييل حتى يطلق ألبوم الرابع والأول الخاص بأغاني عيد الميلاد واللي بيحمل عنوان عدروب المغارة. أنا كنت حريص السنة أنه أعمل سيدة ميلادي لأنه صار 15 سنة بغني الميلاد، هلأ بغني بتسع لغات، بس شفت أنه حلو يكون في عليه كمان كلمات بلهجتنا اللبنانية. هيدا سيدة 18 أغنية على موسيقى كريسمس كارلز عالميين، كتبوا كلماتهم شعر رحل الياس ناصر وباسمة بطولة سهام الشعشع ندى عبد النور وأنا، وهن أبرز إشياء تغنيت ميلوديا، شاركني بالتسجيل وعم بيشاركني كمان بأمسية اليونسكو من ليلة إطلاق الألبوم. كورال سنوية السيدة للراهبات الأنطونيات الحزمية الجمهور حوالي 120 ولد، فإنك تطلبي من جيل جديد شوي صار تفكيره الموسيقي أو الأجواء الموسيقية اللي بتعني له بعيد شوي عن أجواءنا نحن، هيدا أمر ما كان كتير سهل، وإنك تطلبي منهم انضباط معين يغنوا سوا يحفظوا سوا بالإيقاع يكونوا سوا وقفتهم يكون فيها انضباط على ساعة ونص، هذا شيء كتير صعب وكتير مجهود كبير، بس إنه مهم نزرع بهالجيل معاني هالقد سامية، معاني هالقد راقية، معاني هالقد بتخاطب الإنسان لأي جهة انتمى لأي دين انتمى. بقصر اليونسكو وكما جرت العادة احتفل جابرييل عبد النور بالعيد، فضوى المسرح بالأغاني والترانيم اللي بتحمل بكلماتها أيام محبة ومعاني سلام كتيرة، وبتجدد فينا معنى العيد الحقيقي.